أعزائي المشاهدين، في كل مكان بنحبكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. توقعات الأسبوعية من يوم 27 أغسطس ل 3 سبتمبر، 27/8 ل 3/9. توقعات برج الجوزاء الأسبوعية. خلال الأسبوع حاول تراقب بعناية المعلومات اللي انت بتتلقاها أثناء الاجتماعات والمحادثات من خلال اتصالات عبر الانترنت. هتبقى المعلومات دي مهمة جدا لكل خططك الشخصية والعائلية. هتكون تبقى خلال الأسبوع في تغيير واضح جدا لخططك، وفي رفض لدعوة حضور اجتماع معين، وده بسبب أسباب عاطفية أو حتى ممكن تبقى في أسباب صحية شخصية. خلال الأيام السبعة الأخيرة هتبتدي تحزن على أخبار كتير بتتعلق بالخسارة والسرقة في حياة أشخاص أنت بتعرفهم وحتى في حياتك العاطفية. هتبقى كل الأحداث غير متوقعة تماما بالنسبة لك. هتبقى أنت متوتر لحد ما وخاضع للعواطف والمشاعر اللي هتبقى من الصعب أنك تسيطر عليها. هتبقى عرضة للإدراك المفرط والحساس للكلمات والأفعال الأشخاص اللي انت بتتواصل معهم بشكل يومي. بينشأ كل ده بسهولة بسوء فهم وتناقضات وتطور متوقع جدا هيبقى بيأثر على مشاكلك أو حتى في الأسبوع الجاي. بالنسبة لتطويرك الحالي هتبقى في تصرفات للأشخاص من بيتك أو أسرتك عندها أهمية كبيرة جدا بالنسبة لك. خلال الأسبوع هيتم النظر في إجراءات كتير هتبقى متعلقة بالبيت اللي انت بتعيش فيه والممتلكات اللي انت بتمتلكها، في مناقشة وفي اتخاذ قرار بشأنهم. هيبقى كل الأولاد والبنات في أسبوع مناسب من ناحيتهم المالية. هذا مكان من انهم يعثروا على وظيفة جيدة حتى لو كانت لوقت مؤقت. خلال الأيام الجاية هيبقى في تصرف بشكل مخطط وعملي، ما تسمحش بانه يتدخل في خططك الاصليه. خليك حذر في كل شؤونك الماليه مع الاشخاص اللي عندهم خبره لازمه او اللي بينفقوا اموال الاشخاص الاخرين بسهوله. هتدور النهارده عن طريقه عشان تخرج من مواقف كتير غير ساره ممكن تبقى بتسبب في انفسهم مزاجيه كبيره. الاسبوع هيبقى لصالحك في تطور امور كتير ماليه عندك، في استثمارات، في بعض الأفكار الواعدة اللي عندك اللي هتتوقع من خلالها دخل. هيفاجأ الرجال بتطوير واضح للأحداث والعلاقات. هتكمن أهمية الأسبوع ده في قدراتك علشان تعرف تقدم تنازلات وتبني جسور في علاقتك مع الأشخاص اللي حواليك، وما تهدمهاش خلال الأسبوع ده لأنها هتبقى قوية جدا من حيث التخطيط والتنظيم لكل خططك والتزاماتك في الفترة اللي جاية.